بنرحب بعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة وأيضا المستشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. بنرحب بحضرتك يا دكتور على شاشة قناة مدرستنا. أهلا بيك وقناة مدرستنا. دكتور شريف، كلية الآداب من الكليات اللي فيها تنوع كبير جدا في أقسامها، سواء قسم الفلسفة، علم النفس، التاريخ. هل التنوع ده اللي بيخلي فيه إقبال عالي على كلية الآداب؟ ومكتبات ووثائق وجغرافيا. مكتبات ووثائق، أيضا. ده سؤال مهم جدا الحقيقة، لأن احنا في فترة بتشهد طفرة في مؤسسات التعليم العالي، سواء على مستوى قطاع الجامعات الأهلية، وأكيد سمعنا عن الجلالة والعالمين الجديدة وجامعة الملك سلمان وغيرها. هنلاقي كليات للعلوم الاجتماعية والإنسانية، هي دي الكليات المناظرة لكليات الأدب في الجامعات الحكومية. وبالتالي احنا بنتحدث عن قيمة العلوم الاجتماعية والإنسانية، وهي قيمة مهمة للمجتمع، سواء مجتمع بينظر للتحول الرقمي أو النقلة التكنولوجية، لأنه مهم أنك تبني الإنسان من الداخل، يعني سواء في الجوانب النفسية أو الاجتماعية أو معرفة التاريخ ومعرفة الجغرافيا، لأن دي بتعتبر زي أساسيات في الحياة. طيب دكتور شريف، إزاي الطلبة تقدر تختار القسم المناسب ليها مع كثرة التنوع التخصصات الموجود في كلية الأداب؟ طبعا الطالب في بداية التعليم بيبقى عنده ابتدائي وبعدين إعدادي وبعدين ثانوي، بيتخصص إما مسار علمي أو مسار أدبي. بيبدأ هنا بيختار، يعني أول قرار بياخده إن هو يدخل أدبي. أدبي ده معناه إن هو بيهتم بدراسات اللغة، الأدب، بالتاريخ، بالفلسفة، بالاجتماع، بالجغرافيا، بالمكتبات والوثائق، لأنه مهم جدا، ده تخصصي وقيمته في المجتمع مهمة. فبيبتدي أول قرار بياخده هو إن هو يسلك الطريق الأدبي. طيب لو كان فكره علمي إنه عايز هندسة أو جوانب علمية وتكنولوجية، هندسة، طب، علوم، علاج طبيعي، ولم يوفق في إنه هو يدخل الكلية اللي هو كان بيهدف إلى الالتحاق بيها، فبيبقى أمامه الكليات اللي هي بيسموها كليات النظرية أو كليات الأدبية، اللي من بينها وعلى رأسها كلية الأداب أو كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية. هنا بيبتدي يتساءل، هل أنا مهتم باللغة والأدب؟ فبيتخصص في واحدة من اللغات. عندنا اللغة العربية وعندنا كل اللغات الأوروبية الحية بما فيها، ممكن ناس ما عندهاش فكرة عندها، اللغة اليابانية، عندي اللغة الروسية، عندي المودرن جريك، اليوناني الحديث، وده مطلوب جدا طبعا في شركات السياحة وفي الجهات اللي هي بتتعامل مع الأجانب يعني. فعلم النفس من بين الأقسام اللي عليها إقبال شديد جدا لمعرفة النفسية والحالة أو الجانب النفسي للإنسان. الجانب الاجتماعي أيضا بيبقى أخصائي واختصاصي اجتماعي في المدارس والجامعات وفي كل المؤسسات التعليمية. جغرافيا علم العصر، لأنه بيدرس نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وكيفية وضع أي خدمات، يعني مثلا لما نقول الخريطة الجغرافية للنشاط الثقافي أو الثقافة المصرية، أين يمكن أن ننشئ متحف أو ننشئ مركز ثقافي أو ننشئ مكتبة، ده بيساعدنا فيه واحد دارس نظم معلومات جغرافية خريج جغرافيا. فقسم المكتبات والوثائق الذي أتشرف به هو المعني بذاكرة الوطن، ذاكرة مصر. الذاكرة دي بتنقسم لشقين، شق متعلق بالنتاج الفكري للأفراد، وده بيروح للمكتبات وبالذات دار الكتب المصرية، أو شق متعلق بالوثائق اللي هي بتعكس نشاط المؤسسات الوثائق الرسمية، وده بيروح لدار الوثائق. وبالتالي كل الأقسام لها قيمة وليها عائد ومردود إيجابي على المجتمع، بس هو يعرف اهتماماته إيه، لأن كتير جدا في المرحلة دي ما بيبقاش عارف هو يروح فين. إحنا بنعمل لقاءات في الصيف، بنعمل هنا في كلية الأداب مجموعة من اللقاءات والورش التعريفية بالأقسام، وعلى فكرة اللي بيديرها وبينظمها هم الأقسام العلمية، وبينتقوا بعض الطلاب بأجيال مختلفة سواء خريجين أو لسه في الأقسام، بحيث أنهم يجيبوا على الأسئلة داخل أو اللي هي موضع تساؤل عند الطالب.